إلى ذلك، قالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي أن ترامب سيرأس اجتماعا لمجلس الأمن بشأن إيران نهاية الشهر الجاري. وأضافت هيلي أن الاجتماع سيسلط الضوء على انتهاكات إيران للقانون الدولي في ظل الدعم المتزايد الذي تقدمه إيران للإرهاب والتجارب البالستية وتقديم الأسلحة للحوثيين في اليمن. وشددت هيلي على أن العالم يراقب أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار، وقالت إنه من الصعب العثور على مكان في العالم لا تخوض فيه إيران نزاعا. وأوضحت سفيرة الولايات المتحدة أنه من المقرر أن تعقد هذه الجلسة التي ستكون على مستوى رؤساء الدول في 26 سبتمبر خلال أسبوع الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة.